السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة وسلامة، ورجعنا لكم جديد في وصفة جديدة من قناة مطبخ بنت اليمن للأكلات اليمنية الشعبية وكمان العالمية العربية والغربية. فيديو اليوم إن شاء الله بيكون طريقة عمل الزلابية اليمنية على طريقة أهل صنعاء. بنشوف المقادير موضحة في الشاشة، كمان بتركها لكم في صندوق الوصف عشان ترجعوا لها أي وقت. والآن بسم الله نبدأ بالفيديو. أول شيء بنضيف السكر مع الخميرة، وبنضيف الدقيق، وبعدين بنضيف باقي المكونات الملح والبيض وكمان الماء. أهم شيء إن الملح ما يلامس الخميرة لأنه بيفسدها. بعد ما أضفت الملح بنضيف البيض اللي حبة بس، وبنضيف الماء بالتدريج ونبدأ نعجن لما تكون عندنا عجينة متماسكة وبنفس الوقت تكون لينة. إذا تحبوا تضيفوا بدل الماء حليب بيكون شيء راجع لكم وبيكون أفضل، بس ما كانش متواجد حليب فأضفت الماء. بعد ما نخلص من العجين بنكور العجين إلى قطع صغار حوالي 20 أو 18 قطعة، بنكورهن ونخليهن على جنب وبنغطيهن ونخليهن تقريبا نص ساعة عشان يرتاحين. وبعد مرور 30 دقيقة بناخذ كل قطعة وبنفردها بالنشابة مثل ما انتم شايفين او باستخدام اليد. فاذا شفتوا في صعوبة في الفرد تقدروا تستخدموا الزيت، رشة من الزيت عشان يتسهل معنا. بناخذهن ونحطهن على جنب ونكمل بقية القطع بنفس الطريقة. بهذا الوقت بنكون مسخنين الزيت على درجة عالية، وبعدها على طول بنقليهن. أهم شيء إنه يكون الزيت ساخن، وإذا كنتم مبتدئين يفضل إنكم تقلوا على حبة حبة عشان إنهن يحمرن بسرعة وعشان التقليب يكون عندكم أسهل وأسرع. مثل ما أنتم شايفين بدأنا نقليهن وعلى طول حمرين وانتفخين، وبنجهز صحن فيه مناديل المطبخ عشان يمتص الزيت الزايد. بعد ما يأخذ اللون المناسب بنطرحهن في المناديل وبنستمر بالقلي بنفس الطريقة، وبنخلص كل الكمية نفس الشيء. أهم شيء إنه بعد ما نخرج من الزيت نغطيهن بمناشف نظيفة علشان ما نفقد طراوتهن، وبنضغط عليهن حاجة بسيطة بس عشان تفرغ الهواء اللي داخلهن. وهذا أنا حبيت أوريكم من داخل، بيكون هذا شكلهن. يقدم مع الجبن أو مع البطاط المسلوق والبسباس اليمني، كمان يقدم مع الشاهي. وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله أعجبكم. فأنا حبيت في هذه الوصفة إنه نقدمها مع الجبن الكريمي مثل ما أنتم شايفين بهذه الطريقة. فإذا حبيتوا وصفة اليوم لا تنسوا تعملوا إعجاب، أيضا اشتركوا بالقناة إذا كنتم أول مرة تشوفوا قناتي، شاركوا هذا الفيديو أصحابكم وأقاربكم في كل مكان عشان تعملوا فائدة. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.